سبحان الله، كتاب أهل الاختصاص النظام الخاص اللي جدنا السيد أحمد الرفاعي مؤسس الطريقة الرفاعي الصوفية ساكن أم العبيدة في العراق، ومن أشهر كتب حققه وعلق عليه عبد الغني نكرمي والوالد السيد يوسف هاشم السرعي السيد أحمد الرفاعي، يعني شرحه وايد المجالس الرفاعية والبرهان المؤيد ديوانة منطقة المنصورية. مهم هني يقول: قال سيد أهل الهمم، يعني السيد أحمد الرفاعي، إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن الله يحب المؤمن المحترف. الله المحترف ثلاثة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خروشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه. قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه برقم 1048 والدارمي وإسناده صحيح. أكره ما تراه العين رجل عليه سيمة زاهدين وهمته همة السالم، من طاطع للنوال ورضي بالسؤال فهو أخص طبعا من عجزة النساء. لا أقول هذا لأنفر القلوب من السالين، أدوا ما عليكم من حقوق الرحمة. يعني سيد أحمد الرفاعي يشرح: بخلق الله والتصدق على الفقراء لوجه الله، وهذا ما وجب عليكم، ولا ينزغنكم الشيطان فتشمئزوا منهم نفوسكم فتهينوهم وترهم بعين الاحتقار. هذا إذا يكون من تسويل إبليس ودسائسه، ولكن أقول هذا ليرفع همم إخواني طلاب الحق عن البطالة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يكره العبد البطال. رأيت خالي وسيدي الشيخ منصور البطايحي، يمكن اللي هو النجاري الأنصاري، سح على قبره طال الرحمة وقد رد هدايا بعض الفقراء، فقلت له في ذلك، فقال: فيها شيء مجتمع من السؤال، ولو كان عن خالص طريق أبلج فقبلته. يريد أن ذلك الشيء لو لم يكن مشوه الوجه بالسؤال وكان من حلال الطيب كنت أقبله عملا بالسنة المحمدية، فإنه عليه الصلاة والسلام رد الصدقة وقبل الهدية. يقول ذاك الوالد درس منصور، يقول: هلا جلست في دار أمك فأتيتك هديته. هذا طريق القوم، يعني أستاذ الصوفي، بلى أن القوم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صية الإمام أحمد لولدي سي أحمد الرفاعي، قال أحمد بن حنبل رحمه الله: عطر قبره لولدي عبد الله دان صاحب العارب أبا الحمزة البغدادي الصوفي، طيب الله مرجعه يا ولدي على لا إيه إمام أحمد بن حنبل، عفوا السيد أحمد الرفاعي، عليك مجالس هؤلاء القوم، يعني السادة الصوفية، فإنهم زادوا علينا بكثرة العمل والمراقبة والخشية والزهد وعلو الهمة. رحمه الله تعالى: ما أكثره إنصافا قد وصف القوم بما هم أهله. هذه الصفات اللي يحب الله تعالى من عباده. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كريم يحب الكرم، يحب معالي الأخلاق ويكره سفائسها. وقال صلى الله عليه وسلم: والصادق الأمين، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازل فيما بين يدي الناس يحبك الناس، وليس الزهد أن تختلط لك الكفة من الجبل وتلبس الخشن وتأكل الخشن. يا رب إن هاي نصايحهم، وهذه هي في مختصرها تكون نبراسا لنا. آمين.